شوفي، هو الليزر كلمة واسعة جدا، لأنه هنستعمل الليزر اللي كنا نتكلم في التجميل. فالليزر دلوقتي بقى حاجة مهمة لعلاج حاجات كتيرة في الجلد. أهم حاجة فيهم حاليا بتستعمل هي إزالة الشعر بالليزر. إزالة الشعر بالليزر بتتم بطريقة آمنة حسب التطور الكبير في الأجهزة حاليا، وبقى فيه اختيار لنوع الليزر المستعمل بناء على لون الجلد وكثافة الشعر وعدد خانة الشعر وما شابه. في ليزر تاني بيستعمل لاستعادة نضارة البشرة، يبقى بيعمل زي أنواع التقشير، بيشيل طبقة سطحية من الجلد، ومن الجلد الطبقة العميقة منه تطلع طبقة جديدة، كأنك مثلا رحت قعدتي على البحر والوش أحمر وتقشر وطلع طبقة جديدة زي البيبي. حلو، بيناسب نوع معين من البشرة، ما يناسبش كل الناس. في ليزر تاني بيعالج الندبات وآثار الحروق وآثار الجروح وآثار حبوب الشباب وما شابه، ده برضه كويس. برضه في جميع الأحوال النتيجة بتعتمد على نوعية الجلد وتخانته ولونه وإفرازات الدهنية فيها قد إيه وعمق الحاجة اللي هتعالج قد إيه. ممكن في ليزر تاني بيشيل التصبغات، بيشيل الوشم، بيشيل الوحمة. في ليزر تاني بيشيل حاجات الأورام الدموية. فالليزر عموما بقى دلوقتي كمان في ليزر جديد بيستعمل لتنشيط أو لاستعادة نشاط أجزاء معينة من الجسم. الحاجات دي كلها بتتطور وبتشتغل. يعني الليزر فرع مهم في التجميل، ما حدش يقدر ينكر، بس مهم انه يحسن استخدامه. تمام. طب المريض ازاي يتاكد اذا كان الدكتور محسن استخدامه؟ يعني في مخاطر ممكن يكون الدكتور ليه اسمه كويس وسمع كل حاجه، وبتحصل برضه بعض المخاطر في العمليه. ده سؤال كويس. ليه بقى؟ لانه للاسف الدعايه دكاترة كتيرة ما بتقولش ايه نوع الليزر اللي عندها. بقت كلمة ليزر